والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باسي أو ما نكر أو إسمانيك مقصورا وتأخر كان ألفا لكات أجر ثلاثي بن لكات تسني كرنا ودا ألفك أجرت سر أصلكيك واو بيايبي برا ما فرمي وليس فيما يجاوز الثلاثية إلى الياء برا لو لفزيك والسي حرفتي أبري يعني ألفك لمرتبة مثلا شوارايا يا بيانجايا جعله يه شيء ترنيه يعني بالا أصلا واجبوبه بالا أصلا يجبوبه يا بالا ألف جزائد به أصلا كينا به عربي هل تسنيده أكرنه وبيه وكوشي ووكو نحو أعشياني كما تسني أعشايا آخر كي ألفا ألفا قال مرتبة شوارع يا حبلا أبت حبلياني يا حبارا كأو حبارا يا خوي العن حبا حبا وسي حرف الراء بنش حرفيشة وانيا يعني الفكا بينجمة لتسنيائي كي بيا بيت حبارا يعني يا مصطفى باشا مصطفى اويج الفكا بازم هر بينجمة اي كي با مصطفى يعني البتا حبارا الفكا زائدة حبلاشر زائدة اعشاولي او اصلية لأصلا واوة لعشوة ودي حالبي أمام مصطفى جواوية كتيت معشاكي شنكة هذا المرتبة سيها لبواردوة هل إكيتو بيه مثل مصطفى أقول ليس في كل اسم مقصور يزيد على ثلاثي إذا أريد أن يثنى إلا الياء يعني من أريم لهر اسمك كمقصور بيوزيال بيلسرسي حرف وقتك إرادة كريت تسنية كريت وجغل ليه جتريت يعني يعني شيء يجب أن يقلب ألف وياء يعني واجب ألف كي قلب كريبيه بولي أنها تنك ألف أخف من الواوي أو خفيفة اللواوة ومعلومش ومزيد الثلاثي ثقيل ثلاثي مزيدش ثقيلة سواء كان في الأصل واوا أو ياء كيف خويتي لأصلا أو ألف واو يايبو به نحو أعشياني كالأصلا أو واوا ومصطفياني كأوجل أصل أصلا واوا في أعشى لعشى وهو الذي لا يبصر بالليل أعشى بكيرن بكسيقلن كبكردي خوان بيجن شوكير عرين لا يبصر بالليل بشوانا بيني ويبصر بالنهار بالرجع بيني فالشوكير وفي مصطفى مصطفى هو اسم مفعول من الاستفاء يهلو هالا مصطفى جدا يعني مصطفىين لمصطفى وهاتوا كاسم مفعول لم استفاء وهاتوا مسار باب افتعال او للتانيث يا لاصل ابو تانيث بوكو حبلياني في حبلا كحبلا وهي الحامله كما منا دويانا يعني افرتي دويان يا ميني دويان باشا حامله به او لتكسير الكلمه يا مثلا الف كمان بي وناوي ابو تانيث لي ابو تكسير كلمه به وكو حبارياني لحبارادا حبارة ألف يكمل بيونا بوأيك كلمة كذو البجارة وياتو يحتاجوا لقافية كا لسجع كا يحتاجوا بكلمة كا مثلاً بيش حرفي بيه شش حرفي بيه وهو طائر يقال له جرزن يعني أوج بالنديك كبي ألين جرز يا جرد اللي وشهات والله عربي لا عليها ومعين هروة شرز هاتوا شرز شرزات وهو شاشات تمشون عربية شيء كيبوني أنا شرزة. قال وإن كان في آخر الممدود ألف التأنيثي أجب بعض المصنف فرميتي أو كباس من كرتائستا نا وجرادة من أي كلية. أما أوني أو تائس كباس من لي كردوا لباري ألف مقصوره أي ألف ممدود شيء مزوج حمراء كآخر كي همزيو بيش همزك ألف كيلية. عليه قال وإن كان في آخر الممدود ألف التأنيثي أجر لآخر ممدود وألف تأنيث بوكو حمراء قلت حمراواني يعني همزة كي بواو أقول أما القلب فلأن لا يكون على متى التأنيث في وسط الكلمة أما قلبك مثلا توديني وقتك أجر مؤنس بألف ممدود تسني كيتو همزة كي أكيت واو بو أوي علامة تأنيث ذكر توسط كلمك شو وقت تنيته علامة تسنية بيواني بعلامة تسنية كو كلمك توا دي أمجر أو أجر همزة كبير لواء بو ثواء وسط كلمة دي أمجر
أو اختواي لي دي أجر إما نيكين بواو هرب هم زي بيارينوا يعني علامة تأنيس ما خصص وسط كلمة لحالك علامة تأنيس بلا آخر وبي فإذا ما واقع يعني تل أجر وقت كرمان بواو لعلامة تأنيس كبي أي بو كرمان بواو أما الواو فلئلا يجتمع يا آني ما قبلهما ألف في النصب والجر باشا على آخر شو كإيمان يا حمراواني لحالة جر الرفع كي أخذ حمراواني لحالة نسبة جر كارن بل حمراويني جاء أجر يبواه مثلا بجي أوكا همزة كما كرابة وما كرابة أبوه حمرايني شيء اجتماعي دوية أبوه أو وقت اجتماعي دوية أبوه تشوني اجتماعي دو دانية كما قبل دانية كألف بي أنا رأيك كما اجتماعي دوية ببيته كيشانيا بلان اجتماعي دوية لكو أخراوة لشونك أخراوة دوية بدوية كابين ولي ما قبل يهر دوية كألف بي أموالي دي لكاعوي الرودا لنسب جردا وكن رأيت حمرايني ومرت بحمرايني باش حمرات منايتي ولا ولا الحمراء تأنيث الأحمر أحمر يعني سور حمراء يعني برين ميني سور عفرتي سور قال وتقول في كساء وقراء وحربائين كساواني كساءاني وقراءاني وحرباءاني إيجي مثلا كساء دا كهمزكي لا أصلا من قلب لبريواو ولا قراء دا كهمزكي أصلية ولا حرباء دا همزكي بو إلحاقة أتواني همزكا نكي وكو تأنيزنية همزكا نكي بو هرب همزي بيليتو كساءاني قراءاني حرباءاني علي أقول أو سيشي لسنة بعض أو كان بو إلحاقة وكو حلباء أو بدل من أسوك كساء و حياة جاز فيها وجاني أبدا درستي شبي شكي بواو أقول إذا كانت همزة الممدودي بدلا من حرف أصلي يعني أجر همزة ممدود بدلا من حرفك أصلي به أو همزة أصلية يا هرخوي همزيك أصلي به أو للإلحاقي يا لبو إلحاقات به تكون ثابتة عند تثنيتي بس ثابتي أمينة ولا تثنية مثلا لكي ساعد عليك ساءاني وباقي كان شواعي أمانتي حالبي وأصل كساء كساء أبدلت الواو بالهمزة فصار كساء وهو بالفارسي قليم يعني قليم والقراء جمع القارئ جمع قارئة وكشون مثلا كفار جمع كافرة وهمزته أصلية همزة إلا ما دي قرأيت همزة أصلية والحرباء دويبة تدور مع الشمس حرباء مثلا بريتيا لا أجلك يتشكولا كلا قال رجع أخليته يعني برخور عفتا فرست تقريبا حالي أما أشكري أمالي لا وتأتي قراء بلمي قافك وتشتير لك جمعني وقلمتنا كاوتيس شرحك بل وصفك لقراءة قراء يعني كسي كزو قرآن أخليته أخري أما أبدا صيغة مبالغة كفعالة أما جاري واشيا فعالي شاتوا وكو مكروا مكرا كبارا أو كبارا جمعنية حال تدور مع الشمس وهمزة للحاق حمزة كيبو إلحاقي لكن بتشيو بحملاق حال يعني حملاقي وكو قرطاس مثلا دي أمجارة أو كلمة إيمشا وكو حرباء به حمزة كبيونا حرباء حمزة كبيونا بو إلحاق حال بي كاتهم زكوي وهو باطن الجفني حملاق منين باطني بيالو أم بيالو شواني ناووي يا أوي سلو الناووي جلو بيالو حملاق حالنا أما تاري تمزج دي سلبات جمع بابي وسيل ليرة ما وفق بشر ولا ديارة أما جقلوا أما هرباسي أوي كركا أتواني همزكا نكي بواو ولا أشتواني بكي بواوش جاز الوجهين ما وفق بشر